واحد يتصور أنه الغناء ما إلى أثر. شلون الغناء ما إلى أثر؟ الموسيقى التي تعزف بآلات اللاهو ما إلها أثر. شلون ما إلها أثر؟ هذه الصورة التي نشاهدها في التلفزيون، في الجرائد، في المجلات، هاي لها أثر. هذا موج، هذه الفكرة، هذه الصورة، هذا التصور، هذا يخلق موج في داخل النفس. شلون ما إلى أثر؟ أنا أوصي إخواني الشباب أنه بعيدا عن مسائل الحلال والحرام، أنا ما أريد أتطرق الآن إلى مسائل الحلال والحرام، وإنما من ناحية اجتماعية حتى الصورة الموجودة في الجريدة واحد لا يشوفها، لأن هذه الصورة مو فقط تنطبع في العين في شبكية العين، وإنما تنطبع في المخ. هاي الصورة دا تروح إلى المخ فورا، مو فقط انطباع في المخ، هذه الصورة التي دخلت في المخ توجد، تخلق إشعاع، تؤثر على القلب، تؤثر على الروح، تؤثر على البدن، تؤثر حتى على الحياة العائلية. هذا الإنسان الذي يملأ عينه من هذه الصور، المرأة اللي تملأ عينها من هذه الصور، الرجل الذي يملأ عينه من هذه الصور، هذا بعد يفقد مودته لزوجته. قديماً آبائنا كانوا يعيشون لا يرى إلا زوجته، كانت الحياة حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة، حياة مستقرة، ما شايف امرأة ثانية. أما الإنسان اللي كل يوم يشوف امرأة ثانية بعد لا ينظر إلى زوجته، هذه الحياة الزوجية تتحول إلى حياة ملغمة. إذا شاف امرأة أجمل من زوجته بعد تسقط زوجته في نظره، إذا المرأة شافت رجل أجمل من زوجها، إذا إيمانها مو قوي الرجل يسقط من عينها، واحد ما يتمكن يعيش هذه الحياة العائلية. حتى إذا فرضنا أن النظر إلى صورة ما فرض في بعض الشرائط في بعض الظروف، هذا مباح فرضا، ولكن هذا مو صحيح من الناحية الاجتماعية، مو صحيح من الناحية الأخلاقية، مو صحيح من الناحية الروحية، مو صحيح من الناحية النفسية. ما هو داعي واحد ينظر؟ الله خلق البح، خلق الأشجار، خلق الطيور، خلق الأوراد، هذه الطيبات الموجودة في الكون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا يفكر في خارج الإطار. الآية تفسيرها في التفاسير، حتى الصورة هذه تخلق إشعاع، النظرة تخلق إشعاع.